السلام عليكم خاوتي، أنا ما كنتم وحيثم وجدتم، السلام عليكم بدون استثناء. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير ومغاليق للشر. اليوم عندنا أخت يعني محتاجة لمساعدتكم خاوتنا لوجه الله. مزيدا من التوضيحات من الأخ. السلام عليكم أخو عبد الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واش راكم لاباس؟ كيف حوالك يا صالح؟ الحمد لله. سمعنا بالأخت هذه مريضة؟ خير الحمد لله، ربي يحفظك. سمعنا بالأخت هذه مريضة، تقدر تفهمنا واش المرض تاعها هذا واش يقدروا يخوفوا؟ كيف تقول يا صالح الجزيرة، تقول نداء عاجل ولا خبر عاجل؟ والله مساعدة عاجلة. المهم بعد تحياتي للمستمعين، نوجه النداء هذا للمسلمين عامة والجزائريين خاصة. وانتم تعرفوا يعني كل جزائري يعرف حالة واحد يكون حراق وما عندوش وراق في البلاد هذه ماشي سهلة، حتى يعني راجل ويكون حراق وصعيب عليه الامور باش يداوي وباش كذا، فما بالك يعني امرأة وطفلة يعني في شابة يعني مازالت صغيرة أصيبت بمرض، يعني والمرض هذا تحتاج عملية جراحية اللي تبنانا في جنين تاع البلاد هذه 8000 باوند. لحد الآن عندها 4000 باوند، مازال نص، فمازال لها النص. يعني الناس اللي راهم يسمعوا في النداء هذا، بارك الله فيكم، ديروها شغل أختكم، راهي مريضة، راهي في حالة هنايا، راهي مسكينة، تشوف غير مع الجزائريين ومع المسلمين اللي يحبوا يعاونوها، ما عندها لا خوها لا باباها لا والو. حنا نرومبلاسيو العائلة نتاعها، حنا لازم نكونوا خوتها ونكونوا باباها في الوقت الحالي هذايا باش نلموا لها المبلغ المالي هذا. اللي في لندن. ايه في لندن هنايا. كيف يتصلوا بها اخ عبد الرحيم؟ باش يتصلوا بها يا صالح، انا عندي تري اوبشن، يعني ثلاث ديفرنت، يعني يا اما يتصلوا بك انت كيعرفوك الناس، يا اما يتصلوا بي انا بصح ما يعطيوليش الاموال اللي نديهم ليها هي. عندها حساب بنكي ولا انا الانسان اللي يحب يعاونها نوصلوا عندها هي ويدبر راسه معها. بارك الله. يحب يعطيها في الحساب ولا يعطيها للطبيب واش المستشفى هنايا؟ والله مستشفى الله اعلم، مستشفى كلينيك في فرنسيه هنايا. ايه لان هما مختصين في الاشياء هذه على كل حال، وهي العمليه الجراحيه يعني حساسه في مكان الولاده، فخافت يعني باش اضطرت باش تمشي لهذه العياده الفرنسيه، وحنا لازم نعاونوها. وهذا مكان اللي يحب يدير الخير يتصل بينا، نعطيه الرقم تاعي ونعطيه صحيح يزداو يكمل يعطيكم الرقم تاعو. الرقم تاعي انا نكتبه ان شاء الله، او يكتبه صالح في الله في الاخر، ويكتب تاعو ويكتب تاعك ان شاء الله، وربي يجيب لنا الشفاء ان شاء الله وربي يعافيها. بارك الله فيك، اللهم اجعلنا مفاتيح الخير ومغاليق للشر. بارك الله فيك خويا عبد الرحيم، بارك الله في خوتنا، ربي يجازيكم خير. صالح بيك النقطه برك، يعني احنا رانا عايشين في ديار الغربه هذه اللي ديار غير اسلاميه. انا نظن يعني باش ربي يحفظنا اولادنا ويحفظنا زواجنا، هذا هو الحل، العمل الخيري. اما شي اسمع، والله كاين ناس يعني نعرفهم هنا دارسين ولبس بهم اولادهم ساكن في حاله، فربي سبحانه انا نظن يحفظ العائله بالعمل الخيري. بارك الله اولادنا هذو، شكون كيفاش راح ربي يجيب الخير عليكم. بارك الله فيك عبد الرحيم، ربي يحفظك. السلام عليكم، ربي يجازيك على العمل اللي راك دير فيه. ربي يحفظك عبد الرحيم.